مرحبا بكم أحبائي الصغار في هذه الحصة من تقويم والدعم في هنا مجال الكتابة. كنا شفنا دعم التقويم في المجال الأخرى في القراءة، هنا في الأسبوع الحادي عشر هنا في الكتابة. هنا الخط أسطره تحت الحرف الملون ثم أكتبه، خط ملون ندير السطر تحته ونكتبه مبراتن. حرفاش؟ حرف الباء هو الملون، ندير السطر تحته ونكتبه برات، الباء في وسط الكلمة قبلها ميم وبعدها راء. برات هكذا. بنات بنات، إذا عندنا الباء ملون والتاء ملون كذلك. إذا أكتب الباء في أول الكلمة بعدها حرف ثم تاء في آخر الكلمة غير مرتبطة بأي حرف. تن ب ندير شرطة بيناتهم، ب ثم تن ب شرطة تن ب ثم تن. مسطرة مسطرة، إذن الملون هو حرف طاء، حرف طاء، إذن لا حرف طاء، طاء، إذن طاء في وسط الكلمة قبلها حرف السين وبعدها حرف الراء. إذن هكذا ثم هكذا ثم الرقبة طاء، هكذا ثم هكذا ثم الرقبة طاء، فتح الفوق. أكتب كلمات تتضمن حرف الضاد، الضاد عفوا الضاد، كلمات تتضمن حرف الضاد. إذن شنو كنا دوزنا شي كلمات مثلا ني ضام نظام، كلمة أخرى كانت اللي كانت عندها إيش، شنو كانت عندها؟ كانت عندها واحد مح ف ض تن محفظة تن. ها وانا ملي كنت انا كنمشي خصني نكون هذه الجسم ديالي والملابس ديالي خصها تكون نظيفة. اذا نضى ن نظافة تن، نظافة تن. أحمل محفظتي على ماذا؟ على ظهر، على ظهر، ظهر، إذا ظهري، ظهر، ظهر. ها مثلا بعض التلاميذ الذين يكون عندهم قلة النظر أو يكون عندهم نقص في النظر شنو كيديروا؟ كيديروا في عينيهم شنو كيديروا؟ ها نظا ن نظارات، نظارات. ها صافي حتى هي ضد المراقبه نظارات. الاملاء، ركبوا الكلمات من المقاطع واكتبوها. بو يو تون، مقطعنا المقاطع، مقطع له بو، مقطع ثاني يو، مقطع ثاني تون. ها اكتبها قالك بو يو تون. اوك فاس، مقطع لون مقطع، اذا فاس لن فصل. من ضادات، ضاد غير مراقبة، من ضادات، من مقطع ضا مقطع دا مقطع تون مقطع. من ضاد هياش هي طا طويلة، هي طويلة، من ضاد هي طويلة. جلست في من ضادتي أو أمام من ضادتي، يعني جلست أمام طاولتي. ب مقطع صا مقطع طن مقطع، إذن بساط. أتمموا بما يلي طاء أو تاء أو ضاد أو الضاد مرقبة أو الصاد. أكتبين سهلة، أكتب بالطب شوري، بالطب شوري على لوحة تي، هذه تنظرنا نجيكم سهلة مرة. أكتب بالطب شوري على لوحتي. دخلت الى الفا الفا، ها اذا كتقرا واحد الفصل، الفصل الفصلي، جيد. دخلت الى الفصل ب، تدخل انت باش بنظام او لا غير نظام، ها ها بني بنظام. وجلست تو، وجلست
أمام من دا دا تي يعني أمام من دا أمام طاولتي. أتبع الكتاب أصف فصلي في 10 كلمات على الأقل. فصلي يتكون من أستاذ يجلس فصلي يتكون من أستاذ يجلس على مكتب و تلاميذ يجلسون على طاولات أمام سبورة. فصل يتكون من أستاذ يجلس على مكتب وتلاميذ يجلسون على طاولات أمام السبورة. أمام سبورة أو لا أمام السبورة بروها معرفة بالألف واللام. صافي هكا صافي هكا كتعبر على الفصل ديالك. صافي إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.